وقع ما حذر منه أرفع مسؤول حكومي قبل أيام. فقد نجا قائد كتيبة سلمان الحزم قاسم الجوهري من محاولة اغتيال استهدفته في حي التواهي بمدينة عدن، وراح ضحيتها شقيقه. محاولة الاغتيال التي استهدفت هذا القائد العسكري البارز في التواهي لفتت الانتباه مجددا نحو حادثة اغتيال مدير أمن مديرية رصد حسين قماطة في عملية لا يزال مصيرها القانوني مجهولا رغم كل المعطيات الواضحة بحسب ما يرى المراقبون. وبحسب هؤلاء المراقبين فإن حادثة التواهي تشير إلى أن دوافع القيام بعملية الاغتيال تتجاوز التباين المناطقي الذي يحكم التشكيلات العسكرية والأمنية في عدن لتكشف عن نقاط متوترة في حدود النفوذ بين أهم شريكين في التحالف العربي الذي تدخل عسكريا في اليمن منذ مارس 2015. حدث خلف تداعيات شديدة الخطورة على الوضع الأمني في المدينة التي لم تهنأ يوما بثمرة التحرر من الإنقلابيين. إن بقى هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطرا على أمننا وأمن البلاد، وعلينا أن نوقف هذا الخطر. وقعت عملية التواهي بعد 3 أيام فقط على التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من مخاطر التشكيلات المناطقية للجيش والأمن في المناطق المحررة وفي المقدمة منها مدينة عدن، وعاد ليكرر هذه التحذيرات في أحدث خطاباته في احتفال أقيم بمحافظة أبين بمناسبة الذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر وسط حشد من المؤيدين للدولة اليمنية الاتحادية. واقترنت تحذيراته هذه المرة بتعهد قطعي على حظر حمل السلاح في عدن وعواصم المحافظات المحررة. كما أن موضوع في جعل عدن العاصمة المؤقتة ومدينة المدائن نموذج للأمن والسلام الاجتماعي، مدينة خالية من السلاح، سنفرض بقانون أو مرسوم رئاسي منعاً لحمل السلاح في عدن، وتلك هي إرادة القائد والمناظر عبد الرب منصور هادي. تعهدات تضع رئيس الوزراء مجدداً في مواجهة مع من يعملون على بقاء عدن على صفيح ساخن وأبعد ما تكون عن الاستقرار الذي يعيد إليها اعتبارها كعاصمة سياسية ومرفأ للتجارة وفضاء للسياحة.